الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. الفلوجة تلتحق بالرمادي وتغرق في ليلة ظلماء 3 ساعات، تفضح منظومة كهربائية هشة ووعود نوابها تتوارى في الظلام. البرلمان يخفق بالثلاثة ويسقط بامتحان النصاب، شهر كامل بلا جلسات، والكلابي يتهم رئاسته بتعطيل استجوابات. خيمة أم إيهاب صامدة وتنفخ الروح في تشرين، وذو الشهداء يخاطبون المحاكم، قدمنا الأدلة فأين القتلى؟ من العبوات والكاتيوشا إلى سلاح المسيرات، طائرات مفخخة تهدد أمن البعثات وتضع الاستثمارات الأجنبية خارج الحسابات. الامتحانات وزارية إلا بشرط اللقاح أو الفحص الأسبوعي، تخبط في قرارات الصحة يثير امتعاض الطلاب والتدريسيين. أهلا من جديد. البداية من الظلام الدامس الذي خيم على العراقيين في الساعات الماضية، حيث شهدت محافظات الوسط والجنوب انقطاعا تاما للتيار الكهربائي جراء ما قالت وزارة الكهرباء إنه عارض فني تسبب بإطفاء عام في الشبكة، وأدخل 9 محافظات في ظلام دامس لساعات طويلة منذ ليلة أمس إلى اليوم. وأوضح بيان الوزارة أن سبب الإطفاء هو توقف المنظومة الكهربائية إطفاء عام للمحافظات الجنوبية والغربية بسبب عارض فني. وأضاف البيان أن الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء باشرت في إصلاح العارض لإعادة المنظومة لوضعها الطبيعي في القريب العاجل. في الأنبار، انتقد أهالي منطقة الجزيرة البجدع سوء الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، مؤكدين أنها تجهز بمعدل نصف ساعة في اليوم فقط. وأضاف الأهالي أنهم على مدى 15 عاما يعانون من سوء الكهرباء، مبينين أن الأعمدة الكهربائية الموجودة تم شراؤها ونصبها من قبلهم ولم تساهم الحكومة المحلية في أي شيء إطلاقا، فضلا عن استخدامهم للأشجار في بعض الأحيان لنقل القبلوات الكهربائية بين أماكن سكناهم. هذه منطقة الجزيرة البجدية حقيقة نعاني من سوء الخدمات. أولا الكهرباء، يعني شوف هسه حاليا الكهرباء يعني تجينا نص ساعة أو 3/4 ساعة تنقطع. زين هذا النص ساعة أو 3/4 ساعة شنو اللي راح تسوي لنا إياه؟ شنو راح تقدم لنا إياه؟ يعني لو ما ينطونا إياها أفضل حتى نتكل على أنفسنا ونوفر كهرباء. هذه أولا. ثانيا شوف احنا نستخدم النخل مكان الأعمدة مال الكهرباء، شوف هاي الويرات شو مسحوب. هاي المنطقة عندك يعني ما يقارب أكثر من 30 بيت كلهم ساحبين من هاي الويرات كهرباء. كهرباء ضعيفة جدا جدا ورديئة عندهم، وكذلك عندنا احنا رديئة. أو هاي العوائل اللي صارها أكثر من 15 سنة ساكنة هنا وما عندهم كهرباء، يا أخي ما عندهم كهرباء نهائيا. حتى هاي الأعمدة ترى اللي يشوفوها ربما يعني يشوفون بعيونكم أعمدة تتوقعون هاي من الدولة، لا هاي الأهالي جابوها الأعمدة. 3 ساعات فقط من الكهرباء الوطنية هي حصة مدينة الفلوجة بالأمس، على الرغم من وجود نواب من محافظة الأنبار في لجنة النفط والطاقة النيابية، أعطوا الوعود تلو الوعود حول تحسين التيار الكهربائي، لكن يبدو أنها دعاية انتخابية لا أكثر حسب ما يقول الأهالي. على الرغم من مليارات الدولارات التي تنفق على صيانة وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومثلها لاستيراد الغاز أو الطاقة من دول الجوار، إلا أن مدن العراق عامة والأنبار خاصة لا تزال تغرق في الظلام لولا وجود المولدات الأهلية. حال الكهرباء متردي في مدينة الفلوجة إلى أبعد الحدود، يعني أبو المولد احتار، كل 5 دقائق تجي الكهرباء تطفي حول على المولد. فنتمنى على المسؤولين أن يشوفون نواقع الكهرباء، لأن الأطفال وهذا والوعود اللي قطعوها علينا في الشتاء في العام في الشتاء قالوا الصيف هذا كهرباء راح تكون زينة وراح يتحسن من واقع الكهرباء.
ثلاث ساعات فقط من الكهرباء الوطنية هي حصة الفلوجة بالأمس، فيما تلامس درجات الحرارة في المدينة نصف درجة الغليان، الأمر الذي يجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الأهلية التي تستنزف ما تبقى من قوت يومهم. الكهرباء هي على وضعيتها، لا قاعد تتغير ولا قاعد تتحسن، يعني البارحة مقطوعة، يعني هسه المواطن شنو ذنبه؟ ما يتحار من البارحة هو وجهاله، يعني والله العظيم نفس الصرف ونفس السوالف اللي قاعد تجي، ومحولات طبت محولة طلعت محولة، قطع الكابل ما ادري شنو، نفس السوالف، يعني ماكو حتى اعذار جديدة، واحد حتى يقول يابا ذولا صادقين، يعني مبين ذيك السوالف كذب مبينة. وعدنا نواب بالطاقة النيابية لحد الآن، يعني شنو ينتظرون ما ادري. وعود الأعضاء في لجنة النفط والطاقة حول تحسن إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في الأنبار خلال فصل الصيف ودخول محولات كهربائية إلى المحافظة يبدو أنها لا تتعدى كونها دعاية انتخابية، خاصة مع تحول عمل اللجان النيابية من دورها الرقابي إلى الاستثماري. من الأنبار إلى صلاح الدين، فإسقاط أكثر من 10 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية باستهداف إرهابي أو تخريبي أدى إلى حرمان أغلب مناطق المحافظة من التيار الكهربائي. التفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. حرب من نوع آخر تستهدف البنى التحتية وشريانا مهما يدخل في حياة المواطن واقتصاد البلد، ألا وهي استهداف أبراج نقل الطاقة. فمنذ عام 2003 وإلى يومنا هذا يشهد العراق استهداف هذه الأبراج، فتارة يكون الاستهداف إرهابيا أو تخريبيا أو يقف وراءه جهات مستفيدة. ففي غضون عدة أيام مؤخرا سقطت أكثر من 10 أبراج لتحرم أغلب مناطق المحافظة من التيار الكهربائي وسط الطلب المتزايد للطاقة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. بالآونة الأخيرة بدأت تردى الكهرباء لسبب تفجير أبراج نقل الطاقة. المتداول حاليا يقولون أنه المتنفذين الذي سبب تفجير الأبراج، وهذا الشيء في سبيل يأخذوها طبعا مقاولة للتصليح، هاي نقطة. والنقطة الأساسية والأهم حتى يظل العراق يستورد كهرباء من الدول المجاورة. المواطنون طالبوا الحكومة بوضع حد لهذه الاستهدافات التي حرمت مناطق شاسعة في شمال المحافظة من التيار الكهربائي، وأثقلت كاهلهم مع تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وإنزال أقصى العقوبات بمن يقدم على هذا العمل التخريبي. يجب على الحكومة يعني أن تقف موقف، يعني تأخذ زمام مبادرة وتكون هنالك حد لهذه الظاهرة السلبية جدا، يعني تأخذ دورها بالموضوع وتمنع هذا تكرار هذه عمليات التخريب، لأن هذا الموضوع حقيقة يصب مصلحة الأعداء العراق، ويعني تدمير البنى التحتية، ويعني إشغال الرأي العام بأمور جانبية. تعددت الجهات التي تقف وراء هذا العمل، والغاية منه بالدرجة الأولى هو تدمير البنى التحتية وبقاء البلد بحاجة إلى التيار الكهربائي الذي يشترى من دول الجوار بالعملة الصعبة. من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الأستاذ عيسى الساير. أهلا بك أستاذ عيسى. منظومة التجهيز بالطاقة ضعيفة في مدينة الفلوجة، يعني حصة مدينة الفلوجة أمس من الطاقة الكهربائية كانت 3 ساعات تجهيز، الخلل في إدارة الأموال أم في الأموال المخصصة وحجم الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأشكر قناة الفلوجة ومشاهديها. حقيقة موضوع مسألة الكهرباء، هذه المسألة التي لم يوجد لها حل منذ سنوات طويلة، الأزمة الحاضرة الغائبة في يعني أهالي الفلوجة، لأنه في اعتدال الجو تكون هناك استقرار في الكهرباء، عندما يحتاج المواطن للتيار الكهربائي لارتفاع درجة الحرارة يفقد هذه الخدمة. لذلك حقيقة يعني موضوع الكهرباء موضوع يعني أزمة أزلية يعاني منها المواطن
العراق عموما والفلوجة خصوصا حقيقة، حتى أنه توزيع يعني المياجات لمدينة فلوجة لا يلبي حاجة احتياج المواطن الفلوجي من الطاقة الكهربائية، لأنه الفلوجة المعروف عنها هي فلوجة مكتظة بالسكان تقريبا، هي ثاني أكبر قضاء من ناحية نسبة السكان في الرقعة الجغرافية، لذلك الحصة التي تصل إلى الفلوجة لا تفي بالتزامات أهل الفلوجة من احتياجهم للتيار الكهربائي. أضف إلى ذلك أنه الشبكة الكهربائية في مدينة فلوجة منذ عودة يعني تحرير المدينة وعودة المواطنين إلى الآن لم تكن هنالك يعني عمل جدي حقيقة في تصليح الشبكات الكهربائية، سواء خطوط الضغط الواطية أو خطوط الضغط العالي، لأنه لم توجد هنالك إدارة حقيقية لدائرة الكهرباء في مدينة فلوجة في الوصول إلى معاناة المواطن، أو أيضا توزيع سوء توزيع المحولات الكهربائية في الرقعة الجغرافية لفلوجة. هنالك بعض المناطق أو بعض البيوتات ممكن هناك بيت أو بيتين تنصب لهم محولة، ولكن في الجانب الآخر يوجد 50 أو 100 بيت لهم محولة واحدة، بالتالي هذه العملية في توزيع الطاقة الكهربائية بالتأكيد بها خلل كبير جدا، لأنه يؤدي إلى عطب هذه المحولات بصورة دائمة، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. أضاف إلى ذلك أنه الحصة التي تأتي من بغداد عن طريق إما عن شرق الفلوجة عن طريق اللي هي محطة السمنت، أو جنوب بغداد اللي هي تأتي عن طريق العمرية، هذه الحصة أيضا لا تكفي لاحتياجات أهل الفلوجة من الطاقة الكهربائية. عرجت أستاذ عيسى، عرجت في حديثك على تحرير مدينة الفلوجة، وذكرى تحرير هذه المدينة باتت قريبة، تفصلنا عنها أيام قليلة. تم تحرير الفلوجة عسكريا، لكن بانتظارها الكثير على الصعيد الخدمي كما تفضلت. لو تحدثنا عن تلك الفترة، فترة التحرير، وأنتم عاصرتم يعني تحرير مدينة الفلوجة. بالتأكيد الذكرى القريبة على يعني تحرير الفلوجة، هذه الذكرى التي لا ينساها للفلوجة. الفلوجة كانت مختطفة، عادت إلى حضن الوطن، عاد أهلها إليها، كانوا يتمنون أهل الفلوجة أن تكون هنالك خطوات جدية في إعادة المدينة لما كانت عليه قبل الاختطاف وقبل الاحتلال، لكنه حقيقة يعني الخدمات التي قدمت إلى الفلوجة ليس بالمستوى المطلوب. نعم، احنا عاصرنا عمليات التحرير وعاصرنا عمليات إعادة المواطنين وكذلك إعادة الخدمات والبنى التحتية لمدينة الفلوجة. حقيقة في السنين الأولى، السنة الأولى والثانية والثالثة من العودة، كانت هناك العمل أكبر بكبير من السنتين يعني الماضيتين، سواء في مشاريع الخدمات في ذلك أو في مشاريع البنى التحتية. حقيقة أنا أقول أنه السبب لأنه كثير من الدول المانحة أو المنظمات التي كانت تدخل الفلوجة وجدت هنالك الكثير من المعرقلات أمام عملها، يعني أحجمت عن تقديم الخدمات إلى مدينة الفلوجة وعموم أيضا عموم المحافظة. وأنا أقول أنه المدينة تحتاج إلى يعني جهد كبير جدا لإعادة الخدمات إليها، تحتاج إلى نوايا صادقة، تحتاج إلى ناس يعملون بإخلاص وبحب لهذه المدينة حتى يستطيع أن يقدم خدمات. يجب أن يكون المسؤول الآن أنه يعايش المواطن، ينزل إلى مستوى المواطن يعني أدنى المستويات الموجودة في مدينة فلوجة إلى أبسط مستوى موجود حتى يعرف معاناته، لكنه مع الأسف أن المسؤولين لا يشعرون بهذه في الآونة الأخيرة لا يشعرون بهذا الموضوع، لذلك هم بعيدين كل البعد عن احتياجات المواطنين. لذلك أقول أنه الخدمات إذا أردنا أن نرتقي بها في مدينة فلوجة يجب أن تكون هنالك عدالة حقيقة. توجد يعني نفذت مشاريع كثيرة في مدينة فلوجة، لكنه عدم العدالة في توزيع هذه المشاريع، عدم العدالة في توزيع هذه الخدمات إلى أبناء المدينة. نجد أن بعض أستاذ عيسى وصلت كثير من الخدمات وعلى حساب أحياء أخرى. إذن تم إطلاق الأموال المرصودة لمدينة الفلوجة من موازنة هذا العام 2021، أين تكمن المشكلة بالتحديد إضافة إلى ما تفضلت به؟
بالتأكيد المشكلة تكمن في عدم يعني وضع خطط يعني استراتيجية في تطوير المدينة. نحن الآن نراوح في مكاننا في تقديم يعني المشروع الذي ممكن ينفذ هذه السنة في السنة القادمة أو نفذ قبل سنتين الآن نعم. يحتاج إلى إعادة تأهيل نعم. فهذا العمل احنا حقيقة عدم وجود رقابة حقيقية يعني ووجود عدم وجود مهنية في تنفيذ هذه المشاريع يجعلنا لا نتقدم في خطوة إلى الأمام في تقديم الخدمات، لأنه كل ما تأتي سنة نعيد نكون في نروح في مكاننا. نحتاج إلى يعني ناس حقيقة يعني توجد كثير من هؤلاء، يوجد مهنيين، يوجد ناس مخلصين في عمل، لكنه تدخل فيها المحسوبيات وتدخل نعم. فيها المصالح الشخصية في يعني تكميم هؤلاء وعدم إبرازهم وعدم السماح نعم. لهم في النشاط والبروز في تقديم خدمات نعم. يعني حتى على صعيد إنجاز المشاريع أستاذ عيسى، ويعني هي النقطة التي تفضلت يعني المرور عليها سريعا، توزيع المشاريع أو إنجاز المشاريع في منطقة دون أخرى مع اقتراب الانتخابات، يعني هناك مزاجية وانتقائية في إنجاز المشاريع وحتى في تنفيذها بين المناطق، إلى أي مدى تخشون من اتساع رقعة ذلك مع اقتراب الانتخابات؟ والله هذا الموضوع حقيقة يعني يورق المواطن الفلوجي قبل أن يورق المرشحين وغير المرشحين، لأنه المواطن دا يلمس هذا الموضوع عندما يكون مرشح له يعني موجود في السلطة أو مرشح مدعوم من قبل جهة معينة وله نفوذ في الحكومة المحلية أو في السلطة، نجد أنه المناطق التي يكون هو يعني من ضمن دائرته توزع هذه المشاريع في المقابل أنه إذا لم يكن هناك دعم لهذا المرشح في مناطق أخرى أن نجد أن هذه محرومة من هذه الخدمات، والأمثلة كثيرة حقيقة. يعني الذي يأتي إلى الفلوجة ويتجول بين أحياها يلاحظ هذا الموضوع ملاحظة كبيرة جدا ولا عليها أي غبش. نعم، توضحت الصورة. الأستاذ عيسى الساير القيادي في تحالف عزم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. انتخابيا، أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمهم غير المحدود للعراق على الصعود كافة، بما في ذلك دعم جهود إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول المقبل وإرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية استجابة لطلب الحكومة. وأشاد الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي اتخذها الجانبان العراقي الأوروبي، بما في ذلك رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. للمرة الثالثة على التوالي أخفق مجلس النواب في تحقيق النصاب القانوني لعقده جلسته الاعتيادية اليوم، فيما أعلن تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل. وذكر النواب أن البرلمان لم ينجح في عقد جلسة منذ شهر من الآن، ما يخالف النظام الداخلي الذي يقر عقد جلستين في الأسبوع على الأقل، لافتين الانتباه إلى وجود إرادات سياسية لعرقلة عمل المجلس وتشريع القوانين المهمة. بدوره حمل النائب يوسف الكلابي رئاسة البرلمان مسؤولية عدم انعقاد جلسات البرلمان طوال شهر كامل، مؤكدا في مؤتمر صحفي داخل قبة البرلمان أن رئاسة البرلمان تمنع استجواب الوزراء وتنفرد باتخاذ القرارات داخل المجلس، ملوحا باتخاذ الإجراء الدستوري في حال استمرار رئاسة البرلمان على النهج ذاك. كل الشروط القانونية والشكلية وحدد أكثر من موعد، وللأسف الشديد يتم استبعاد الاستجواب من محضر الجلسة بدون سبب وبدون إشعارك مستجوب، وهذا بحد ذاته يعتبر تفرد باتخاذ القرارات وعدم احترام ل قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي والدستور. رئيس المجلس أو رئاسة المجلس هي وظيفة تكليفية، الأخوة السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب انتخبوا رئاسة المجلس
من أجل تنظيم عمل المجلس وليس من أجل التفرد بالقرارات. رئيس المجلس ورئاسة المجلس بدأت تذهب باتجاه عدم احترام المؤسسة التشريعية وعدم احترام الدستور وعدم احترام قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي لمجلس النواب. والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب كما كان لهم موقف بانتخاب السيد رئيس المجلس سيكون لهم أيضا موقف آخر في حال استمرار رئاسة المجلس بإجراءاتها بعدم احترام الأداء الدستوري والرقابي لأعضاء مجلس النواب. سنقوم أيضا بنفس الوقت باتخاذ دورنا القانوني والدستوري مع رئاسة المجلس. إذن استغلال نيابي فاضح للوزارات وتجير تام لدوائر حكومية يستعر قبل الانتخابات بأكثر من 3 أشهر، فيما يصر البرلمان على إبقاء نفوذ نوابه وكتله السياسية حتى موعد الانتخابات ب48 ساعة فقط. تقترب الانتخابات فيدور دولاب استغلال المناصب التنفيذية والتشريعية في الدعاية الانتخابية، فهي لا تكلف شيئا سوى توقيع على كتاب لتأتي الخدمات على طبق من ذهب لصالح النائب المتنفذ، خدمات هي بالأصل أدرجت في قانون الموازنة ومولت من خزينة الدولة، فلا فضل أو منة فيها على المواطن. فيها مخالفة للأداء الوظيفي لأداء أعضاء مجلس الوزراء، فيها استغلال لمواقعهم، وبالنتيجة شخص هذا حتى رئيس الحكومة عندما في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء وتكلم عن استغلال لبعض موارد الدولة عبر المرشحين في مجلس الوزراء. هذا إخفاق كبير تتحمل الحكومة من جهة ويتحمل مجلس النواب من جهة أخرى محاسبة هؤلاء لعدم استغلال موارد الدولة. هنالك استغلال واضح لكل موارد الدولة فضلا عن استغلال بعض الكتل السياسية للمال والسلاح للتأثير على صوت الناخب. نواب يؤكدون أن الانتخابات السابقة شهدت شتى المخالفات ابتداء من تمويل حملات الأحزاب من المال العام ووصولا إلى تسخير إمكانيات وزارات كاملة ودوائر حكومية لصالح مرشحين ونواب متنفذين. الوزارات هي ليست ملك صرف لبعض الجهات السياسية، وإنما يجب أن تعامل معاملة مستقلة نمضي بها من أجل أن تقدم خدمة واقعية فعلية إلى الشعب العراقي على العموم. وبالتالي موضوع المنافسة الانتخابية وقرب الساحة بشكل دقيق سوف يرمي بظلاله على إداء هذه الوزارات. خطوط تمويل الأحزاب ليس من الصعب تعقبها، سيما وأن لدينا قانونا أقر في البرلمان لكنه ما يزال في إدراج تجميد، فقانون الأحزاب يحظر على كل من يستغل منصبه التنفيذي والتشريعي وكل من يستخدم المال السياسي من الدخول في معترك الانتخابات. الغريب هنا أن البرلمان قرر أن لا يحل نفسه إلا قبل الانتخابات بـ2 ليبقى النائب المرشح متمتعا بالنفوذ والسلطة حتى قبل يوم الاقتراع بـ48 ساعة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي. أما الآن ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الأستاذ مزهر ذياب علاوي. أهلا بك أستاذ مزهر. البرلمان لا يحل نفسه إلا قبل 48 ساعة من الانتخابات، نواب ومرشحون في الوقت نفسه، ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك سيدتي وعلى مشاهدي قناة الفلوج. بالنسبة من الأمر الغريب والعجيب أن البرلمان لا يحل نفسه إلا قبل موعد الانتخابات بـ48 ساعة ويتمارس كافة صلاحيات جميع النواب واستغلال النفوذ والسلطة التنفيذية في حملاتهم ودعاياتهم الانتخابية. وهذا المقياس صحيح أن المنصب السياسي والبرلماني والتنفيذي في الدعاية الانتخابية تستخدم لتستفادهم ولإغراض ترشيحهم، وهذا غير متكافئ والعدالة بين اللي يملك المنصب التنفيذي وبين المرشح العادي. نعم، ضروري إثبات المفوضية لهذا الأمر. وأكد أيضا رئيس الحكومة خلال أكد خلال لقائه بالسادة الوزراء بأنهم آتين من أجل الخدمة وليس من أجل الدعاية الانتخابية، وهذا على عاتق رئيس الحكومة مراقبة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة
والدعاية الانتخابية بدأت مبكرا بوقت الحظر 4 أو 5 أشهر، ودراء جميع اللي يملكون المناصب التنفيذية والبرلمانية السابقين لاحظهم الآن منتقلين في المحافظات بعد 4 سنوات من ترك المحافظات، والآن يعودون للمحافظات من أجل الدعاية الانتخابية مستخدمين السلطة التنفيذية لديهم والمجلس السياسي من أجل دعاية انتخابية، وبعد الانتخابات يذهبون إلى بغداد ولا يعودون بعد 4 سنوات. في محافظة نينوى إلى أي مدى يستغل المنصب النيابي حتى بالنسبة لإنجاز المشاريع لصالح جهة أو لصالح مرشح يتبع لجهة ما على حساب بقية المرشحين؟ سيدتي الفاضلة، بالنسبة لمحافظة نينوى بعد الذي تعرضت له المحافظة من الهجمة الشرسة والاحتلال الداعشي لهذه المدينة وخلفه من دمار لهذه المدينة، أين كانت هذه الأموال والمشاريع التنفيذية بعد عمليات التحرير؟ لماذا لم تنفذ إلا القليل منها؟ أما الآن لاحظ أن العمليات الشوارع والمشاريع وغيرها من الأمور الصلاحيات والمستخدمة في محافظة نينوى وما شاء الله جميع نواب محافظة نينوى الآن متواجد في المدينة بعد أن غابوا عنها خلال الفترة السابقة. نعم أستاذ. ونحن أيضا نطالب بتجديد الرقابة، تجديد الرقابة على هذا الموضوع من قبل، نؤكد مرة ثانية، من قبل الحكومة ورئاسة الحكومة. نعم. لأن هذا الأمر لا يوجد تكافل الفرص بين صاحب السلطة والسياسي. طيب. بين وعما مرشحت جديد داخل الانتخابات. ما رسالتكم أستاذ مزهر إلى المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة الحامية للعملية الانتخابية برمتها، خاصة أنك ذكرت بأن الدعاية الانتخابية بدأت مبكرة على خلاف ربما ما ذهب إليه المفوضية أو قراراتها؟ أبدأ من حيث انتهيت سيدتي الفاضلة. الدعاية الانتخابية الآن الوعود بالإعمار، حملات الإعمار والتوظيف وما شابه ذلك من أمور من قبل كثير، ولكن احنا نطلب من المفوضية متابعة هذه الحملات والاستغلال السياسي والمناصب التنفيذية في دعاية اللاعب. ورسالتي إلى أبناء مدينة محافظة نينوى جيدا والمواطنين خاصة الناخب، أن هؤلاء الذين يأتون الآن بالمشاريع والخدمات لما لم يأتوا بها قبل الانتخابات خلال 3 سنوات الماضية، أنهم سوف يأتون بالخدمات إليك بأموال ويذهبون بعد الانتخابات مجمع. نعم، توضحت الصورة أستاذ مزهر. وأتمنى من الناخبين. نعم، توضحت الصورة أستاذ مزهر القيادي في تحالف نعم. عزم الأستاذ مزهر ذياب علاوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. في مشهد الاحتجاجات، حيث أظهر مقطع فيديو مطالبات أهالي الشهداء لرئيس محكمة استئناف ذي قار بكشف قتلة المتظاهرين، مؤكدين امتلاكهم صورا ومقاطع فيديوية وأدلة تثبت تورط جهات بقتل أبنائهم، لكنهم لم يلمسوا تحركات جادة بكشف هوية تلك الجهات. فبالتالي انت رجل غير متعاون، والدليل على ذلك احنا خرجنا مظاهرتين وانت رفضت تنزل نفسك وتنزل تقابل عوائل الشهداء، واخرها وين مدير مكتبك؟ حيدر مغسل قال مدى طويل وين هسه مدير مكتب؟ اجينا لهنا على المكتب قال موجود. قلنا استاذ رافد متعاون وقاعد لنا اكثر من مره ورجع لنا قال رئيس المحكمه يرفض يستقبلك. ليش ترفض تستقبلنا؟ هذا رقم واحد. على ضوء احنا راح نطالبك بالاقاله وعوائل الشهداء، لمعلومتك انت رئيس محكمه لو رئيس وزراء قيل، احنا البارحه قايلين 8 مدراء، كل شخص ما يتعاون ويانا وي دماء اولادنا وي قضايا ما يستحق يقعد على هاتف. جبنا ادله وجبنا تصوير وجبنا شهود
فيديو كلها وتجون ضغط حزبي عليكم للأحزاب. جئتم عن عبيتكم. جبنا. لا تقدر تشوي هذا العامل ولا تقدر تشوي المالك ولا تقدر ويتقيس كلهم يريدون شيء قلت تنفذ. أصبح قرار المحكمة قرار سياسي وليس قضاء قرار عفو قضاء. في ذي قار أيضا حيث خرجت العشرات من أمهات شهداء تظاهرات تشرين في وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين ومصير المخطوفين وفي مقدماتهم الناشط سجاد العراقي. تأتي تلك الاحتجاجات بعد بيان لأم الشهيد إيهاب الوزني دعت فيه أهالي الشهداء إلى الاعتصام أمام محاكم مدنهم للضغط على السلطات لكشف قتلة أبنائهم ومصير المخطوفين. والدة الشهيد علي العصمي، عن وقفاتنا مستمرة للمطالبة بدم أولادنا بالكشف عن قتلة أولادنا، واليوم وقفتنا مساندة لأم الشهيد إيهاب الوزني، نقول لها أنت أختنا وعزيزة علينا وكل أبناء العراق، كل أبناء العراق شهداء ثورة تشرين هم أبنائنا، وإحنا مساندين ونبقى مستمرين بهذه الوقفة إلى أن يكشفون عن قتلة الشهداء. كفى تسييف وكفى مماطلة والكشف عن قتلة شهداء أولادنا. الرحمة والخلود لشهداء الثورة المباركة، ثورة تشرين العظيمة اللي نالها أحسن الشهادة أولادنا. اليوم هاي وقفتنا وقفة احتجاجية نساند أم الشهيد إيهاب، وهذا الشيء بسيط يعني نقدر نقدمه لها. أنا ابني شهيد أم الشهيد حمزة اللي استشهد على جسر الزيتون. في كربلاء تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر إزالة خيمة والدة الشهيد إيهاب الوزني في أثناء اعتصامها أمام مبنى محكمة كربلاء، ويظهر المقطع قيام أحد العناصر الملثمة بالاعتداء على شقيق الوزني وسحب الخيمة بقوة مفرطة في محاولة لإنهاء الاعتصام المستمر منذ 3 أيام، وتطور الصدام إلى مواجهات بالأيدي بين العنصر الملثم وشقيق الوزني. إذن بالضرب والاعتداء اللفظي والجسدي ترفع الخيمة الصغيرة التي نصبتها أم الشهيد إيهاب الوزني أمام محكمة كربلاء لليوم الثالث على التوالي. خيمة ترعب القتلى وتجدد دماء الثورة وتحشد لتضامن واسع في محافظات الوسط والجنوب خلال الساعات المقبلة. بهذه الطريقة يتم رفع الخيمة الصغيرة التي تحاول أم الشهيد إيهاب الوزني نصبها أمام محكمة كربلاء لليوم الثالث، لكنها تواجه بمجموعة كبيرة من القوات الأمنية الذين جاءوا بضباطهم ومراتبهم لمنع اعتصام هذه المرأة. والدة الشهيد إيهاب الوزني وبعد أن انتهت المهلة التي منحتها للحكومة من أجل الكشف عن قتلة ابنها المغدور أرادت الاعتصام من أجل مطلب واحد، هو الكشف عن أسماء القتلة والمتورطين بقتل ابنها وباقي الناشطين المدنيين. ما يخلون أحد يطوب سادين الطريق، الشغب والشرطة والجيش عندنا لنحارب، وإحنا شنو على أساس الإعلام ما يخلوه يطوب، والمتظاهر يريد يطوب ما يخلوه، الولد يفوت مننا أنا تعال تو وين رايح، يسبوا يغلطون عليه على مود يغلط عليهم على مود يقول هذا المتظاهر غلط علينا، هم يتحارشون. بعد انتهاء اليوم الثالث من اعتصام والدة الشهيد والمنع المتكرر لها من قبل عناصر الشغب المتواجدين أمام المحكمة، قرر ناشطون مدنيون تحديد مساء اليوم لعقد اجتماع موسع لتنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء، ومن المتوقع أن يتم التصعيد الاحتجاجي من قبلهم ردا على ما حصل لأم الشهيد إيهاب الوزني. عيسى كاظم،
قناة الفلوجة كربلاء. أما الآن ينضم إلينا الناشط المدني بشير الحجامي. أهلا بك سيد بشير. أم الشهيد الوزني هل تشعل بمواقفها الصامدة شرارة الاحتجاج من جديد وتمسي أيقونة الحراك الاحتجاجي؟ مساء الخير عليكم وعلى الجمهور الكريم، وتحية عطرة لوالدة الشهيد القائد إيهاب أبو فهد رحمه الله. الحقيقة موضوع أنه تتفجر أو ما تتفجر، هي متفجرة دوما، بل نحن نزم على أنه القادم من الأيام سيتفجر أكثر باتجاه تشرين العظيمة. وهنيئا لهذه المرأة، بل وهنيئا حتى لإيهاب. كان دائما أبو فهد رحمه الله يقول أنا مهدد وإلى آخره. الموضوع كالآتي، الموضوع فيه ربط سبحان الله، وكأنما هذه الدماء هي امتداد لدماء الحسين عليه السلام في نفس المواقف، في نفس الأرض، في نفس القتلة. هؤلاء الذين كانوا القتلة، الذين كانوا ينادون أعداءهم بأنهم أعوان، لا أريد أن أتحدث بطائفية، ولكنهم كانوا دائما يتهمون أعداءهم بأنهم جند يزيد وجند معاوية. الآن هم أثبتوا بالدليل القاطع أنهم فعلا هم جند يزيد وجند معاوية، الذين يقتلون الناس فقط لأنهم أرادوا وطن مثلما أراد الحسين عليه السلام وطن. الموضوع موضوع الشرارة والاجتماعات، بالعكس نحن نرى أن الثورة مستمرة، وهذه الدماء مثل ما انتصرت دماء الحسين عليه السلام على سيوف القتلة، أكيد ستنتصر دماء تشرين أخيرا شاء وما، وهذا التاريخ يحدثنا. ليس نحن من نبالغ في هذه الحقيقة، لكنهم من الغباء يستمرون أيضا بنفس الطرق الغبية في استفزاز مشاعر الناس، وأخيرا يذهبون إلى ضرب امرأة أو منعها. ماذا تعني لكم الخيمة؟ إذن كم أنتم فاقدين لتوازنكم إذا كانت خيمة أم إيهاب ترعبكم كل هذا الرعب؟ سبحان الله، أنا دائما أربط بين هذه الخيمة وخيم الحسين عليه السلام. أنا أتحدث اليوم بهذه اللهجة لأنهم واقع الحال، هؤلاء الإسلاميين المقيتين الذين جاءوا وتربصوا على صدورنا دائما ما كانوا يرفعون تلك الشعارات، وهاي الشعارات ترجع عليهم على وجوههم على صدورهم لتقول لهم إنكم قتلة وفاجرون والدم سينتصر عليكم، شئتم أم أبيتم افعلوا ما شئتم. قلناها لكم من البداية، سنعطيكم الدماء وسنسترد الوطن. نعم، يعني في ثنايا حديثك سيد بشير، في ثنايا حديثك يعني حقيقة تفاؤل كبير، وكأن هناك يعني منحا تصاعديا للحراك الاحتجاجي في المرحلة المقبلة مع اقتراب الانتخابات. الموضوع من البداية، يعني وحتى كان الشهيد إيهاب الله يرحمه، يعني أكو صفة ما حد يعرف أنه من هو إيهاب. إيهاب جامع تشرين، هذا الرجل لم يختلف عليه تشرين، وكان مجاهدا في عملية الجمع. وسبحان الله، حينما توصل إيهاب إلى جمع المحافظات وإعطاء الهوية، حينما قاربت هذه الهوية التشرينية على الظهور، تم غدره واختياله. إذن نحن متفائلون لأننا خلاص أخذنا الطريق الصحيح في موضوع تشرين وتلافينا الأخطاء السابقة. أما موضوع أن نعلن ماذا سنفعل، لكن بالتالي يعني أيضا يعني أعتذر، يعني سأضطر للمقاطعة، لكن بالتالي يعني من ما تفضلت به تم ضرب تشرين في قلبها من خلال استهداف يعني أيقونات حراكها، سواء الشهيد الوزني أو حتى البقية. إذن نذهب إلى موضوع الولاد والولادة. ضرب إيهاب ليظهر لنا كم إيهاب حاليا في بغداد وفي التحرير وحتى في كربلاء. مثال واضح أنه حينما تقتل الجسد، هذا لا يعني أنك ستلغي الأرواح الثائرة. هذه الفلسفة التي لا يفقه بها هؤلاء القتلة. هم يعتقدون أن فناء الجسد سوف لن يولدوا أرواحا تعادل الجسد مئات المرات، وتفعل في أجساد الأخرى كمروان مثلا شقيق إيهاب، أو حتى السيدة أم إيهاب. هم واهمون، هم لم يدرسوا التاريخ جيدا.
طالما هنالك دم زكي طاهر يراق لأجل تشرين واسترداد الوطن، نحن إذن متفائلين باسترجاع الوطن مثل ما أردناه في تاريخ 1/10. هذه الحقيقة، ولا لا يمكن أن نعطي ألف شهيد ونرجع بخفية. نشاطرك التفاؤل سيد بشير الناشط المدني بشير الحجامي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. عسكرياً، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي التريث في قرار إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق، مبيناً أن لجنة العلاقات الخارجية لن تتناول مشروع قانون إلغاء التفويض العسكري بشكل مؤقت. وأكد صحيفة ذهل الأمريكية أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ طالبوا بعقد جلسة استماع علنية مع وزيري الدفاع والخارجية، بالإضافة إلى إحاطة سرية مع تلك الإدارات ومكتب مدير المخابرات الوطنية قبل أن تصوت اللجنة على إلغاء تفويض عامي 91 و2002 بشأن استخدام القوة العسكرية. في سياق متصل، أفادت مصادر بأن هجوماً بطائرات مسيرة استهدف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في مطار بغداد الدولي. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة ملغمة استهدفت الجزء الذي تتواجد فيه قوات أمريكية بمطار بغداد دون كشف مزيد من التفاصيل. وتعرضت قاعدة فيكتوريا لعدة هجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. في المقابل، أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي أن استهداف قوات التحالف الدولي المستمر لا سيما بالطائرات المسيرة من شأنه أن يكون داعما لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن الاستهداف يضعف الدولة العراقية ويعرض حياة المدنيين وحياة قوات التحالف للخطر. وأشار هيكي إلى أن الاستهدافات تجعل العراقيين أكثر فقرا، حيث أن أحد أكبر العقبات أمام الاستثمار الأجنبي هو نشاط تلك الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، مبينا أن الهجمات تحول العراق إلى ساحة معركة للدول الأخرى، موضحا أنه بإمكان ما يريد مغادرة التحالف للعراق تحقيق ذلك سلميا وسياسيا، ولا حاجة للعنف وإلحاق مثل ذلك الضرر بالعراق والمنطقة ككل. بعد حرب العبوات الناسفة وصواريخ الكاتيوشا، أسلوب جديد تنتهجه جماعات مسلحة باستخدام الطائرات المسيرة الملغمة لاستهداف هجماتها أو لاستئناف هجماتها على البعثات الدبلوماسية، ما يشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد وعاملا طاردا للاستثمارات الأجنبية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. قرابة شهر كامل وما تزال عمليات استهداف القواعد العسكرية الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقوافل والأرتال العسكرية المحملة بالدعم اللوجستي مستمرة. فبعد حرب العبوات والكاتيوشا، أسلوب جديد تنتهجه فصائل مسلحة باستخدام الطائرات المفخخة والتي بدأتها باستهداف مطار أربيل. فاستمرار وتكرار تلك الهجمات وبحسب ما يراها متابعون تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد، ما يعني أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية ستكون خارج الحسابات. إطلاق الطائرات المسيرة على قواعد عسكرية عراقية فيها قوات من التحالف تشير إلى أن كل دول المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم يمكنها أن تقتني هذه الطائرات وأن تقتني صواريخ وكل الأسلحة الأخرى التي تستخدم حالياً ضد القواعد العسكرية العراقية. ومع هذه التطورات والتقنيات العسكرية التي لا تهدأ، تدخل البلاد توقيتات حرجة تحاول فيها الفصائل المدعومة داخليا وإقليميا زعزعة استقراره الأمني والسياسي، خصوصا أنه مقبل على أهم تحد يتمثل بالاستحقاق الانتخابي القادم، فيما تصاعدت التهديدات والتحذيرات الأمريكية من احتمالية تصاعد الهجمات بطائرات الدرونز على قوات التحالف خلال هذه الفترة تحديدا. تصويت البرلمان العراقي ضد هذه القوات وإخراجها في العام الماضي باعتقادي سيصار إلى تقليل هذه الفترة الزمنية وخروج القوات العسكرية الأمريكية كقوات، أما ما يتبقى فلا يبقى بالتأكيد من خلال وجود مجموعة منهم للمشورة كما ذكرت.
مناخ أمني غير مستقر يعيشه العراق أمر وصفه مراقبون بالخطير، وأنه يندرج ضمن تصفية الحسابات الدولية على الأراضي العراقية، ما يضع حكومة الكاظمي أمام تحديات عديدة سياسية واقتصادية واستثمارية. بشير الحسن، قناة الفلوجة. اقتصاديا، أوضح مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار أن وزارتي المالية والبنك المركزي استجابتا لضغوط صندوق النقد الدولي وقررتا تغيير سعر صرف الدولار، مبينا لقناة الفلوجة أن اللجنة استضافت محافظ البنك المركزي للوقوف على إجراءات تخفيف أسعار صرف على الشرائح الضعيفة في المجتمع. تحت ضغط صندوق النقد الدولي صار تغيير سعر الصرف، لكن هناك إجراءات. اليوم ناقشنا الإجراءات اللي من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، خاصة على الطبقات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل. شعبيا، شكا مواطنون وأصحاب محال في ديالى من ارتفاع أسعار المواد وركود الأسواق جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي قلل القدرة الشرائية للمواطنين. وقال مواطنون إن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا لكون التعاملات بالدولار، فما أن يرتفع الدولار حتى ترتفع معه جميع المواد الغذائية والإنشائية والملابس، مشيرين إلى أن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار كان قويا جدا على المواطنين، فكل المواد المستوردة ارتفع سعرها بارتفاع الدولار الذي تجاوز حاجز 150,000 دينار عراقي. والله العظيم أرباح ما عندنا والإيجارات دمرتنا، فنطلب من الحكومة يا عم شوفونا بالدولار، ترى الله شاهد الحياة وقفت فدنوب، عمل ماكو، أمانة الله دنجي نفتح بيع ماكو شغل. الفقير شو يسوي هسه؟ يعني خلينا اسعار الدولار اللي صعدت فوق 150 151 149 هذا بين كله على السوق، على القوة الشرائية لافراد الشعب كلها بصورة عامة. تجي على الفقير شو يسوي؟ يعني لا حول ولا قوة. العامل ابو الاجور اليومية، حتى الموظف، والله بس على الفقير، الله وكيلك، فقير دمروه، اردي موتوه، سلوه، كورونا؟ لا والله كورونا ماكو، ما كورونا سوى بينا. انا نفسي يا عمي، هذا سوقنا يوم نشتغل وعشرة ايام ما نشتغل، وكل شهر نشتغل ثلاث ايام احنا عمي. ثلاث ايام نشتغل بينا، ثلاث ايام اللي من نطينا بالاجارات، الله وكيلك. شدد قياديو تحالف عزم في نينوى على ضرورة استثمار أموال المحافظة المجمدة والتي أطلقت من بغداد والبالغة أكثر من 400 مليار دينار في تحسين الواقع الخدمي والصحي، لافتين النظر إلى أن المحافظة تعاني من سوء إدارة وتخطيط أسهم في تردي الوضع بشكل عام. لا يخفى على أحد حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة الموصل جراء العمليات العسكرية وعمليات التحرير وخراب ودمار للبنى التحتية للمدينة وخصوصا المؤسسات الصحية في المحافظة، وما عقب ذلك الدمار من إهمال وتقصير فاق من هذه الأزمة وزاد من معاناة المواطنين الخارجين من الحرب. اليوم وبعد الإفراج عن أموال نينوى المجمدة في بغداد والتي تتجاوز 400 مليار دينار، يجب أن يتم وضع الواقع الصحي في أولويات صرف الأموال. نطالب الحكومة من منطلق المصلحة العامة ومن منظور الفرد بأن توفر العلاجات وبأسعار تتيح للمواطن شراؤها دون اللجوء إلى المغالين وتجار الأرواح. ردا على محافظي نينوى، أكد مدير صحة المحافظة فلاح الطائي أن مقطع الفيديو المسرب لمحافظ نينوى والذي يتساءل خلاله عن مصير 29 مليار دينار خصصت للقطاع الصحي، أكد أنه مقطع مجتزأ وأنه يراد منه التشهير والتقليل من عمل دائرة الصحة، لافتا الانتباه إلى أن المبلغ خصص أو خطط لمشاريع صحية عديدة سترى النور قريبا. كان هناك تسريب الاتصال الهاتفي الذي جرى بيني وبين السيد المحافظ والمطالبة بإرجاع 29 مليار دينار. هذا الكلام تم الاتصال مع السيد المحافظ وقمت أنا بإيضاح
الحقائق عن مبلغ 29 مليار دينار، ولكن للأسف كانت هناك محاولة لاستقطاب. الإيضاح التي قمت أنا بها وبلغت السيد المحافظ بها وتم اقتطاعها من قبل الشخص الذي صور هذا المقطع الفيديو وتم نشره أمام أو في على صفحات التواصل الاجتماعي، وتعرفون أنه دائرة الصحة نينوى مستهدفة، وهناك من يحاول التشويه والتشهير والهجوم على التهجم على دائرة الصحة نينوى. تواصل السلطات الصحية تخبطها في اتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، آخرها إجراءات قسرية لإرغام المواطنين على تلقي اللقاح وإجبار الطلبة على إجراء فحص البي سي آر بشكل أسبوعي كشرط للمشاركة في الامتحانات الوزارية. تواصل السلطات تخبطها في اتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، تتقدمها وزارة الصحة والتي بدأت تتخذ إجراءات قسرية لإرغام المواطنين على تلقي اللقاح، آخرها إجبار الطلبة على إجراء فحص البي سي آر بشكل أسبوعي كشرط للمشاركة في الامتحانات الوزارية. بالنسبة لهذا القرار أنا أشوفه بشقين، إيجابي وسلبي. إذا طلبوا أنه أسبوعياً أنه الفحص يكون، هذا راح يكون صعب جدا على الطالب وعلى التدريسي، وأكيد هذا ما راح مستحيل يعني يتطبق بهذه الانسيابية، لأنه أكيد أنت ملتزم بدوام. بس إذا جبروا العالم أو الكوادر التدريسية باللقاح، أوكي هذا شيء إيجابي حتى إن شاء الله نقضي على هذا الوباء. الظروف الاستثنائية التي يعيشها الطلبة فضلا عن تلك التي يواجهها في المراكز الامتحانية، وكأنها لم تكن كافية لتأتي إجراءات الفحص الإلزامي وتفاقم معاناتهم، وبدلا من أن تتخذ السلطات إجراءات تعزز ثقة المواطن المعدومة بالمؤسسة الصحية، بادت تزيد من حالة الشك والاستياء لدى المواطنين. ويكون التلقيح بالنسبة للفيروس أنه يكون حرية شخصية، مو إجبار أنه الإنسان يلقح، لأن إحنا ما واثقين من التخزين الخاص به مثلا بالدول الخارج أنه التخزين يكون متواضب عنهم، أما بالنسبة ما واثقين بالتخزين الخاص موجود بالعراق بالوقت الحالي. وتؤكد وزارة الصحة سلامة إجراء تخزين اللقاح المخصص لمكافحة جائحة كورونا، داعية ذوي الطلبة دعم جهود تطعيم أبنائهم على أمل عودة فتح المدارس أمام الطلبة في العام الدراسي المقبل. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الفلوجة تلتحق بالرمادي وتغرق في ليلة ظلمة، ثلاث ساعات تفضح منظومة كهربائية هشة ووعود نوابها تتوارى في الظلام. البرلمان يخفق بالثلاثة ويسقط بامتحان النصاب، شهر كامل بلا جلسات والكلاب يتهم رئاسته بتعطيل الاستجوابات. خيمة أم إيهاب صامدة وتنفخ الروح في تشرين، وذوي الشهداء يخاطبون المحاكم قدمنا الأدلة فأين القتلى. من العبوات والكاتيوشا إلى سلاح المسيرة، طائرات مفخخة تهدد أمن البعثات وتضع الاستثمارات الأجنبية خارج الحسابات. الامتحانات وزارية إلا بشرط اللقاح أو الفحص الأسبوعي، تخبط في قرارات الصحة يثير امتعاض الطلاب والتدريسيين. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.